من هذه الجرعات المنعشة انتصار إخوتنا في غزة على الجيش الأول في المنطقة، وعلى رابع جيش في العالم، وعلى الجيش الأول من حيث تنوع الأسلحة ومن حيث حداثتها. هذه الفئة القليلة التي لا تملك إلا البندقية والمعزولة والمحاصرة والجائعة حققت نصراً، لكن الذين ربطوا أنفسهم بالطرف الآخر يشككون في هذا النصر. والحقيقة أن الذي حدث من خلال هذه الحرب، وقبل أن أسرد لكم الذي حدث أبين لكم أن سلبيات هذه الحرب رأيناها جميعاً في الأخبار، لكن إيجابياتها تحتاج إلى بعد نظر. الذي حصل من مظاهر هذا النصر أن أعداءنا فقدوا الحسم. الحسم يعني أنهم يبدأون الحرب وهم ينهونها في أي وقت يريدون، هذا اسمه حسم. هذا الذي فقدوه من خلال حربهم مع إخوتنا المقاومين في غزة. بدأوا الحرب، أما نهايتها لم تكن بيدهم، بل كانت بيد الغرب الذي تدخل لإيقافها لمصلحة أعدائنا. شيء آخر، إن أعداءنا وقعوا فيما يسمى بتوازن الرعب. كان المسلمون يخافون، أما الأعداء لا يخافون. المسلمون يدخلون في الملاجئ، أما هم لا يدخلون. المسلمون يتلقون الصواريخ، أما هم لا يتلقونها. فالذي حصل في هذه الحرب ما يسمى بتوازن الرعب. دخلوا الملاجئ وأطلقت صفارات الإنذار، وجاءتهم الصواريخ من كل حدب وصوب، وهدمت أبنيتهم، ودخل أعداؤنا جيشاً وشعباً في خوف شديد. هذا سماه المحللون توازن الرعب، هذا لم يكن من قبل. الشيء الآخر الذي يعد من مظاهر انتصار إخوتنا في غزة، ونحن في ذكرى هذه الانتصارات، أن هدفهم الأول منذ تأسيس دولتهم وحتى الآن كان الأمن، لكن هذا الهدف الكبير تحول إلى هدف آخر خطير. هدفهم الآن البقاء. كان هدفهم الأمن، فأصبح هدفهم البقاء. أيها الإخوة، هؤلاء الذين يطالعون صحفهم وتعليقاتهم ومقالاتهم يتأكدون من هذه الحقيقة، بل إن بعض الوكالات العالمية تنبأت لهم أن بقاءهم في المنطقة لا يزيد عن 20 عام قادمة. هذا الذي حصل من خلال المقاومة التي هزت أركان العدو. أيها الإخوة، لكن إذا قلنا قد انتصروا، هذا معنى من معاني النصر، وهو أن الذي يموت بشظية أو بصاروخ أو بقنبلة وهو مؤمن موحد مستقيم على أمر الله يرجو لقاء الله، هذا عند الله منتصر. والدليل أن الله سبحانه وتعالى ذكر أصحاب الأخدود وقد أحرقهم الطاغية عن آخرهم، ومع ذلك
وصفهم الله عز وجل بأنهم هم الفائزون. هذا معنى دقيق. لو أن الإنسان قتل لكنه مات على الإيمان، مات موحداً، مات مستقيماً، مات طائعاً، هذا يسمى موته، وهذه حالته يسمى موته، هذا انتصاراً مبدئياً، مات على مبدئه، مات على التوحيد، مات على الإسلام. أيها الإخوة، أحد مظاهر هذا النصر أن القنابل التي ألقيت عليهم بالملايين، القنابل العنقودية والقنابل الفوسفورية والقنابل الحارقة الخارقة والطائرات من أحدث أنواع الطائرات في العالم، بعضها مروحية وبعضها تقليدية، وكل الأسلحة التي يحوذونها استخدموها، ومع ذلك الله عز وجل حفظ هؤلاء حفظاً واضحاً، حفظ لهم حياتهم، وحفظ لهم معاشهم، وحفظ لهم معظم مقومات حياتهم. هذا الحفظ يعد أحد أنواع النصر. أيها الإخوة، نصر آخر قد لا ننتبه إليه أن سمعة هؤلاء المقاومين انتشرت في أرجاء الأرض، صاروا أبطالاً، أصبحوا مضرب المثل، وسمعة هؤلاء الذين قتلوهم أو قصفوهم أصبحت في الوحل. فهذا نوع من أنواع النصر المعنوي، أنت حينما لا تنتصر نصراً تقليدياً بأن تحتل الأرض، لكن تظهر لك بطولات فريدة ولافتة للنظر، وأن العدو سقط في أعين أهل الأرض، هذا أيضاً نوع من أنواع النصر. شيء آخر، هذا الإسلام العظيم إذا أضفنا عليه ما ليس منه تشرذمت الأمة وأصبحت فرقاً وطوائف وأحزاب، وتنتهي هذه الفرقة بالاقتتال، وقد رأينا هذا في بعض الأقطار الإسلامية، اقتتال بين فرق المسلمين. فإذا أضفنا عليه ما ليس منه تفرقنا وتخاصمنا وتراشقنا التهم وتقاتلنا وسالت الدماء بيننا، فإذا حذفنا منه ما علم بالضرورة ضعفنا. هذه الحرب التي خاضها إخوتنا في غزة أحيوا بها معنى الجهاد الذي كان معتماً عليه والذي لفت نظر العالم. وأنا لا أبالغ إن معظم الجيوش في العالم بدأت تفكر في تغيير فلسفتها العسكرية، فئة لا تملك سلاحاً، ضعيفة لكنها تهز أركان العدو. هذا الذي حدا ببعض كبار المسؤولين في البنتاغون أن يقول ماذا نفعل بحاملات الطائرات، وماذا نفعل بالصواريخ العابرة للقارات، وليس هناك دولة على وجه الأرض تجرؤ أن تحاربنا، ولكن ماذا نفعل بهذا الإنسان الفرد الذي أراد أن يموت باختياره ليهز كياننا؟ لذلك قالوا بدأت الحرب بالإنسان، ثم أصبحت بين ساعدين، ثم بين آلتين، ثم بين عقلين، وانتهت بالإنسان. والمقاومة أيها الإخوة، كما قال رئيسنا جزاه الله خيراً، ليست رجلاً تقتله فتنتهي المقاومة. المقاومة الآن فكر ينمو، فإذا قتلوا مقاوماً
ظهر من بعده مقاومون. لذلك الرد على التفوق العسكري كان بالمقاومة. أيها الإخوة الكرام، والخطط التي رسمت لنا كشرق أوسط جديد لم تحقق. الخطط التي استهدفت تمزيق كل دولة في الشرق الأوسط إلى دويلات لم تتحقق، هذا أيضاً يعد نصراً. وأكبر نصر أن يتاح للمسلم أن يكون شهيداً. الشهادة وسام شرف يعلق على صدر الأمة. قال تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتاً بل أحياء عند ربهم يرزقون. أحياء، كلام خالق الأكوان، كلام القرآن الكريم بكل معاني الحياة. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتاً بل أحياء عند ربهم يرزقون. أيها الإخوة الكرام، أما الذي لا يصدق أننا لو دفعنا المليارات في أنحاء العالم كي نعري أعداءنا من كل معنى إنساني وأخلاقي وحضاري لا نستطيع، ولكنهم بهذه الحرب عروا أنفسهم، بمعنى أن حقيقتهم العدوانية الوحشية الإجرامية كشفت لأهل الأرض، حتى أن استنكار هذه الحرب الظالمة، يعني طائرات من أحدث الطائرات ومروحيات من أحدث المروحيات وقنابل العنقودية والفسفورية والحارقة والخارقة، لا من أجل أن تنتصر على جيش مكافئ، بل من أجل أن تقتل طفلاً صغيراً وامرأة ضعيفة. هل تقبل من ملاكم كبير أن يمسك برضيع ويضربه؟ وهل تصفق له؟ شيء لا يصدق. لذلك لو أنفقنا المليارات كي نعري أعداءنا لا نستطيع، هم يلمعون صورتهم سابقاً، لكنهم بهذه الحرب الظالمة الحرب الوحشية عروا أنفسهم. شيء آخر، يبدو أنه نشأ عقدة عند بعض المسلمين بسبب ضعف إيمانهم أن جيشهم لا يقهر، فلما انتصر المقاومون على الجيش مرتين، مرة في 2006 وقد أحرقت في يوم واحد ما يزيد عن 69 مدرعة من أرقى مدرعات العالم، مرة في 2006 في جنوب لبنان، ومرة في 2008 في غزة. هذه العصا الغليظة التي أرادها الغرب لتأديب أي دولة شرق أوسطية تقول لا للغرب، هذه العصا الغليظة كسرت مرتين، كسرت مرة في 2006 ومرة ثانية في 2008. هذا تطور نوعي لم يكن من قبل. كما أن الإنسان يحب الحقيقة المرة لأنها أفضل ألف مرة من الوهم المريح، ينبغي أن يقيم وأن يثمن الإيجابيات التي ظهرت عقب هذه المقاومة التي ابتغى منها أصحابها رضوان الله عز وجل. أيها الإخوة الكرام، هذا يذكرنا بقوله تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة
ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله. قد نتوهم أن المؤمنين والمؤمنات بعضهم أولياء بعض وحدهم، لا، والذين كفروا بعضهم أولياء بعض، يتعاونون، يتدارسون، يخططون، يجتمعون. في كل عدوان على بلد مسلم 30 دولة كبيرة عملاقة مع الدولة المعتدية. والذين كفروا بعضهم أولياء بعض. أما الذي يلفت النظر، إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، والذين آووا ونصروا بعضهم أولياء بعض، والذين كفروا بعضهم أولياء بعض، إلا تفعلوه، يعني إن لم تؤمنوا وإن لم تهاجروا وإن لم تجاهدوا في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، وإن لم تؤووا وإن لم تنصروا، تكن فتنة كبيرة في الأرض. والذين كفروا بعضهم أولياء بعض، إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. أيها الإخوة الكرام، مع طائفة من أحاديث سيد الأنام، يقول عليه الصلاة والسلام: المسلمون تتكافأ دماؤهم، يسعى بذمتهم أدناهم، ويجير عليهم أقصاهم، وهم يد على من سواهم. والمؤمن مرآة المؤمن، والمؤمن أخو المؤمن، يكف عليه ضيعته ويحوطه من ورائه. ومن صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم الذي له ذمة الله وذمة رسوله، فلا تخفر الله في ذمته. الحديث في البخاري: المؤمن للمؤمن كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا. مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. من مشى مع أخيه المسلم في حاجته حتى يثبتها له، أثبت الله تعالى قدمه يوم تزل الأقدام. هكذا ينبغي أن يكون مجتمع المؤمنين. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلماً ستره الله يوم القيامة. أيها الإخوة الكرام، نقول لإخوتنا في غزة: إن الذين سقطوا شهداء في سبيل الله، نذكر أهليهم والذين قتلوا في سبيل الله، فلن يضل أعمالهم، سيهديهم ويصلح بالهم، ويدخلهم الجنة عرفها لهم في الدنيا. وأما الجرحى فنقول لهم ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام: ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب ولا هم ولا غم ولا حزن، حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله عنه خطاياها. أيها الإخوة، إخوتنا في غزة رفعوا رؤوسنا عالياً، دافعوا عن المسلمين جميعاً، لذلك قال تعالى: وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه يغفر لكم، فيا فوز المستغفرين. أستغفر الله.